عمرك ما كنت مشوه معي الفيديو لحدك ما تحس بالراحة مهم ده الفيديو أو لو تشترك في القناة نصلها 300 مشترك بضغط لايك نصلها أكبر عدد من اللايكات ونبدأ الفيديو معنا مشهد مية بتنزل من فوق تنزل جوا كوباية واو دي بتنظف القطر بتنظفه دي بتنظف الكيبورد بحط مادة نسجة تلزق عشان حتى الوسخ اللي فيه واو دي بتمشي فيها رجباها طب ايه فايدتها بقى ما تمشي احسن مش عارف فايدتها دي شكل بحلزوني بتنططه دي مريحة زجاج زي الجزاز كده هو النازل انت بتشوفه من فوق يعني ورا فوق دي بتعمل بالليزر بتنضف الليزر واو بتنضف دي مريحة برضو بالصين حد كلها بالصين دي مريحة برضو بص بتزحلق عليها في مروحة بتعمل بتاع زي مروحة تحليل تخلي بتاع تلف وكأنه بيجري أكنه بيجري على طول كل ما يرفعها لفوق بيعمل شكل بس كل ما يرفعها لفوق دي بتشيل الذرة والذرة بتروح شايلاه واو بدل ما واحدة فرطها بيده لا دي بالآلة دي بيعمل شكل دائرية ولكنه برجع عملها بيديه بيعملها بيديه دي اسمه بالونة بالونة واو دي بيربط المسمار بيربطه بالحبل بدل المفتاح تعمل حبل عليك وروح شاده وتروح لها ايه دي بقى عشان دي السكانين تعملها بيديه بتروح ثابتة على طول عملها بتروح ثابتة على طول دي بتدق المسامير في الحيطة ايه المسمار ده كله ايه المسمار ده كله واو عمال ياخد فيهم دي حمام بركانية عامل شكل هكذا وقت تنشف هيكون عامل زي جدار بوابة زي جدار صور دي بالونة برضو في ناس بتخش جواها مش عارف ازاي دي بترص الكوبايات بترصهم واو بص بترصهم ازاي دي بتلف دي يويو ولا ايه دي بتاع سديه رسالة دي بنزل المية بنزل ازاي اكنها دوامة اكنها دوامة جوا بتاعت الفلتر دي بيرسم على الحيطة بيرسم التنين واو دي فستانيين دي برضو بيرسم على الورق الصغير بيرسم عليه واو شوفلك هيرسم شكل عامل ازاي هشوفلك شكل عامل ازاي واو شكل انسان انسان واو دي برضو عامل زي الاندومي دي عامل زي الاندومي برضو واو دي برضو بيقطع الواي ولا سنايب ودي مادة نطاطية دي مسامير عشان دي تثبت مش تتخلع خالص دي برضو في الاهلال عشان مش تتخلع ولا تتكسر واو دي بينض اسمه ايه بيقشرها واو دي برضو بيرسم على الأرض تعمل متعسكر صحي واو عمل وردة دي خرز جوا الحبال خرز واو دي خرزها بيعمل بتاع مخروج على طول بتاع مخروج على طول واو بص فشتك على طول بعد ما خرجها راح المفسية على طول واو بيجي بيعمل شعر ويلفوا الشوكة بتاعت الطعام الصينية واو راح بتعمل ازاي بيعمل مرة مش عارفين ليه